مساء الخير على كل مشاهدين قناة صحة وجمال. مساء الخير على كل مشاهدين برنامج دفتر أحوال. مش عايزين كل حلقة نفكر الناس، إنما التذكرة لمن يتذكر. دفتر أحوال لخدمة أهل مصر، برنامج عملناه علشان نخدم كل أهل مصر من شرقها لغربها، من جنوبها لشمالها. بنخدمهم إزاي؟ بنقف جنبهم في استشارات قانونية، بنقف جنبهم في خدمات على النطاق الوزارات الخدمية اللي بيتعاملوا معاها. بيكون حلقة وصل دايما ما بين المسؤول والمشاهد. قلنا نقول المقدمة دي علشان أي حد بيشوفنا للمرة الأولى، ولكن تاريخ البرنامج أفضل من إن احنا نتكلم عليه نظريا، نقدر نتابعه عمليا على صفحة دفتر أحوال بالعربي على الفيسبوك، وده موجود على الشاشة كمان عن طريق التواصل في البرنامج على الهواء في اللقاء الأسبوعي. بيكون معانا في الحلقات دايما ضيف، إما أحد المسؤولين من القيادات المؤسسات الدولة اللي عملاها من الوزارات الخدمية، وإما قيمة وقامة من أعمدة القانون في مصر اللي بنعتمد عليه في الرد على الأسئلة والاستغاثات والاستجوابات. يعني بيبقى عندنا كتير جدا في النطاق ده أسئلة واستفسارات، عايزين حد ذوي خبرة ويكون موثوق فيه. بمناسبة أعمدة القانون وأعمدة برنامج دفتر أحوال اللي دايما بنعتمد عليه في الإطار القانوني، هو ضيفي وضيفكم النهاردة الأستاذ المستشار القانوني الأستاذ ماجد صلاح. برحب بك الأول. يا أهلا بك يا أهلا بي. يمكن قلت مقدمة عن حضرتك بأنك عمود من أعمدة القانون في برنامج دفتر أحوال، إنما ده دورك، وإنت دايما بتبادر في إنك تكون موجود لمساعدة الناس. ربنا يخليك يا فندم. عندنا أسئلة كتير جدا موجودة على الصفحة النهاردة، مش عايز أطول على المشاهد وعلى مشاهدينا وعلى متابعينا في البرنامج وأثقل، إنما عايز أدخل في لب الموضوع. الساحة المصرية فيها لغط كبير في المفاهيم القانونية الفترة الحالية. تمام. قولنا الأول ده ناتج من إيه؟ يعني عدم علم المواطن أو يعني أو توصيل المعلومة بمفهوم صحيح للمواطن فيما يتعلق بالإطار القانوني للتعديلات الحديثة والمتتالية والمتسارعة في الوقت الحالي على كافة الأصعدة من القوانين، سواء كان أحوال شخصية، شهر عقاري، جنائي. فدي كلها بتعمل نوع من اختلاف المفاهيم نتيجة عدم توضيح الفكرة للمواطن على وجه العموم. طيب عايز أسألك سؤال، يمكن قبل ما أدخل وأخوض في الموضوع، هل التشابك او اللغط ده دي امور صحيه في المجتمع المصري، من تغيير قوانين او تعديل قوانين بتواكب العصر؟ هو طبعا لابد ان يكون يعني تعديل القانون يعني يتفق والحاله الاجتماعيه والحاله الاقتصاديه والظروف اللي بيمر بها كل عصر. يعني انت عايز تقول لنا ان الرد ده ان القانون لما بيعدل علشان يواكب ظرف معين؟ طبعا أكيد. يعني هو ده، ما هو ده كان السؤال اللي يمكن بيجي لنا دايما على الصفحة، ليه القوانين عمالة بتتعدل وبتتغير وبتستحدث؟ كان السبب فيها ايه؟ ما هو نتيجة اختلاف يعني الطبائع والظروف والأحوال المتعلقة يعني النهاردة لما تيجي في بعض الجرائم اللي بتتم عن طريق الانترنت، انترنت قديم، زمان ما كانش فيه حاجه اسمها انترنت. صح. فلابد ان يكون في نوع من المواكبه للجرائم اللي هي ممكن تقع او للمخالفات اللي ممكن تقع من الناس، او ان فرض امور معينه لصالح افراد. بيبقى كل ده عن طريق تجديد وتطوير القواعد القانونيه باعتبار انها بتنظم سلوكيات الناس في المجتمع وتتفق مع طبيعتها عشان تتواكب مع العصر الحالي، الظرف الزمني اللي هي بتمر بيه. طيب مين المختص بانشاء او تعديل القوانين في الفترة؟ طبعا عندنا مجلس البرلمان على العموم، البرلمان يعني هو المسؤول عن ذلك. طبعا
طيب قول لنا ما هو موجود في الساحة الآن، ويمكن الترندات وصفحات التواصل الاجتماعي عمالة تتكلم عن تعديلات كتير في الأحوال الشخصية، في الشهر العقاري، في أمور كتير جايين أسئلة عليها. مش عايز أقول لك مدى وحجم الأسئلة، إنما عايز أخدهم كده جزئية جزئية ونوضح للمشاهد إيه الموضوع. هو بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، هو في تعديل خاص بتقرير حق الحضانة. يعني إيه؟ يعني أنا طبعا عارفين إن لما بيحصل انفصال ما بين الزوجين وبيبقى في أولاد سنهم أقل من 15 سنة، بيبقى حق الحضانة ده مقرر للأم. كلام مظبوط. كان الحق ده إذا تزوجت الأم بينتقل لأم الأم، وبعدين أم الأب، وبعدين الأخت، وتبقى ماشية بتسلسل كده. تمام. فالتشريع الجديد خلى ترتيب الأب في الحضانة رقم 4. بعد مين؟ لا قول لنا الترتيب الجديد. الترتيب بقى يعني عمليا عندنا بقى الأم، وبعدين أم الأم، وبعدين أم الأب. لا ده أنا عايز يعني من زمايلنا في الإعداد يكتبوا على الستريب كده ورا المستشار ماجد صلاح أمور مهمة جدا في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو ترتيب الحضانة من بعد الأم. من بعد الأم هتبقى الأم الأم، أم الأب، وبعدين الأب بقى، ده رقم 4. كان المرحلة الكام في القانون القديم؟ كان ترتيبه رقم 16 أو حاجة كده. يعني عندنا الـ 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 الأم وأم الأم، وبعدين أم الأب، وبعدين أخت الأم، وبعدين أخت الأب، ماشية بتسلسل ذوي الأرحام بيتم تقديمها على ذوي. أمر مهم جدا. يمكن أنا عايز أقول لك حاجة في ظل يعني أنا شخصيا في ظل الاستحداثات اللي موجودة في القانون الفترة دي، انا اول مره اسمع من حضرتك نطاق التعديل الجديد في الجزئيه بتاعه الحضانه دي. لانه لكن دي بقى المساله حاجه مهمه جدا. المساله بقى هنا اساس الخلاف. ان اذا كان الاب ترتيبه رقم 4، فحصل يعني زي ما يكون يعني خلاف قائم ما بين وضع الام ووضع الاب. يعني الاب ممكن يبقى متزوج ويقرر له هذا الحق، تمام، بينما هذا الحق يسلب من الام اذا تزوجت. ده في القانون القديم وفي القانون الحالي. القانون الحالي القانون يعني الحالي يعني الحضانة ممكن لا يجوز للأم إذا تزوجت بأجنبي بشخص غريب، إنما تجوز للأب إذا تزوج. هنا بقى هو بقى الخلاف والصراع والتضارب ما بين الطرفين، وإذا كان المساواة بين الرجل والمرأة. طب انتوا ليه خدتونا في حتة غير الحتة؟ حابب بس أسأل سؤال، ويمكن حتى بيتسأل لي في دلوقتي، هل القوانين دي بالفعل تطبق الآن ولا تدرس للتشريع؟ هو التعديل حاليا دلوقتي يعني تم تقريره، يعني تم اقراره. يعني هو تم اعتماده يعني. طب فاضل له قد ايه علشان يطبق؟ هو يعني في هو بصراحه هو تاريخ العمل بيه هو مش حاضر، انما في الآخر. لكن في الاخر لم يتم العمل بيه حتى الان. لا هو هيطبق خلال الفتره. هيطبق يعني تم اعتماده لسه، هيقرر تطبيقه خلال مرحله ايا كان تاريخها امتى، انما في الاخر في الفترة واحنا بنتكلم حاليا مع بعض يطبق. لم يطبق. هيطبق انما هيطبق فيما بعد. تمام. وتم الاقرار به. تمام. طيب ايه من التعديلات الاخرى في هذا الشكل؟ حتة تسجيل العقارات. طبعا هو تسجيل العقارات ده شيء الاول بس خلص كده الامور بالنسبة للاحوال الشخصية في التعديلات. لا هو انا بس انت قلت لي جزئيتين مهمين. انا كان ليا بس يعني ايه يعني تعليق فيما يتعلق يعني بموضوع تعديل قانون الاحوال الشخصية. وانا يعني انا ملاحظ ان المشرع اتجه الى الخلاف القائم على عمليه الحضانه، وانا شايف ان في مسائل كمان لا تقل اهميه عن مساله الحضانه. زي ايه مثلا؟ زي السرعه في اجراءات حصول المراه واولادها على النفقه، نفقه صح. الاولاد. والله انت كلمت في جزئيه مهمه جدا. يعني انا بس النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها ابراهيم بيه، هو قانون الاحوال الشخصيه عشان انا اقوم برفع دعوه نفقه بلجا لتسويه المنازعات. اذا حضر الطرفين وتراضوا على مقدار معين، اللي هو الاب والام، وتراضوا على مقدار معين، بيتم عقد اتفاق واصدار صياغه تنفيذيه على طول. صح. اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور او ما تمش الاتفاق، لابد ان انا اقوم برفع دعوه اعلان واعاده اعلان وتحري وعرض للصلح. اكون انا واخد مده من 6-8 شهور عشان استصدر حكم نفقه. تمام. طب ليه ما يكونش فيه هناك تعديل
يعطي الحق لمكتب التسوية بفرض نفقة مؤقتة إذا حضر أحد الطرفين بس، يعني مش شرط حضور الاثنين. فهمت يعني قصد حضرتك. يعني أنا دلوقتي جيت رفعت دعوة واخترت الطرف الآخر فما جاش، فأنا جيت قدام مكتب التسوية وقدمت من مستندات ما يفيد أنه هو بيشتغل في جهة معينة وبيقتضي راتب كذا، فهو فارض نفقة مؤقتة متضمنة صياغة تنفيذية. في الحتة دي معلومة إبراهيم بيه، هيضطر الطرف الثاني غصب عنه انه يجي يحضر. هيجبر لانه هو اما يعترض واما يوافق. خلاص بقى قدام امر واقع، ويودي كافة احتراضاته اللي هي لما تيجي ترفع للمحكمة تترفع الدعوة للقاضي جاهزة. فانا ما اخدش الامد الطويل في عملية استصدار حكم النفقة. فالنهاردة احنا بنجري في الحضانة، والحضانة ده حق مقرر ولا مش عارف للزوجة او للزوج. لا، هو الحضانه دي مساله في المقام الاول بيراعى فيها حق الطفل والحاله النفسيه بتاعته. ما انا ممكن اكون انا موافق على ان هو مثلا يروح يقعد عند والده، بس الولد نفسيا مش قابل حاجه زي كده. فدي مساله نسبيه، يعني تحلها المسائل القانونيه وكمان المسائل الوعي، يعني الوعي، تنميه الوعي عند الزوجين في تربيه الطفل ده. لكن انا اهم حاجه عندي واللي انا شايفه انك انت لابد انك انت توفر ضمانه للمراه لصرف على ان هي تقدر تستحصل على حقها بطريقه سريعه ما فيهاش نوع من الاجهاد والانفاق والجري يمين وشمال عشان توصل لمستحقاتها بالشكل البلدي. تقدر تعول طفلها، يعني تقدر ترعاه. فعلا امر مهم جدا. يمكن طب ايه الطريقه والوسيله اللي نطرح بيها ده على المعنيين وعلى الاشخاص المعنيه؟ هو المفروض ان احنا بنتقدم بفكره مشروع قانون فيما يتعلق بالتعديل لقانون الاحوال الشخصيه في الجزئيه دي. يعني يعطي الحق لمكتب التسويه ان يقوم باصدار نفقه مؤقته بدون، يعني مش شرط حضور الطرفين ومش شرط التراضي فيما بين الطرفين. لا، على الاقل دي. طب النهارده الشخص ده ما يعني مش موجود وحكمنا عليه بصفه مؤقته في مكتب التسويه ب 100 جنيه. تمام. خلينا نفترض اي رقم. تمام. خلاص. ال 100 جنيه هيصرفها منين؟ هو طالما خد الصياغه التنفيذيه يبقى في الحاله دي من حقه انه يعمل ايه بقى؟ انه يقوم بعمليه الحجز على الراتب، او ان هو يقوم برفع دعوه الحبس عادي. جدا. يعني وكانه مشي في دعوه نفقه بالظبط وصدر. ولكن بس المساله هنا يعني دي مسألة وقتية بس مستعجلة. بالظبط. فيها حالة ضرورة. لأنه بالفعل بيحصل كتير من أبهات بيوصل معاهم الخلاف، ودي يمكن حالات كتير بتجيلنا إن هو كره وبعد وطلق ونسي إن في طفل محتاج ياكل. في نقطة تانية بقى، إن ممكن يكون مكتب التسوية ده كمان عائق في حصول المرأة على حقوقها. زي إيه مثلا؟ لو الراجل جه اتجوز اتنين وجت هي ترفع، يعني رفعت الدعوه بتاعتها، فطبعا ما بيحضرش، فتضطر تاخد دعوتها العاديه واحده فيهم. صح. يجي يتفق مع الثانيه ترفع عليه دعوه فيخفض في تسويه. يروح يحضر معاها ويتفقوا ويطلع صياغه تنفيذيه مباشره، وتيجي هي تحجز على الراتب بتاعه. عقبال ما الثانيه توصل لمستحقاتها وتيجي تحجز مش هتلاقي حاجه، او انها تضطر ان هي ايه تدخل بالساوية ما بينها وبين زوجة التانية. بتعسف أطفال، نوع من العرقلة. صح. فبالتالي مين اللي بيضار؟ الطفل. ده بيبقى فيهم رضع. حلو. فأنا النهاردة إذا كنت أنا بستهدف من مكتب تسوية المنازعات سرعة الإجراءات وإن المرأة تحصل على حقوقها، لا، ادي للمكتب الاحقيه باصدار الصياغه التنفيذيه وفقا لتقدير جزافي لا يتعدى قدر معين. يحط له حد اقصى ليميت معين. ويديها الصياغه التنفيذيه لو حتى لو ما حضرش الطرف الثاني. وعلى ان اتفق مع الفكره دي، مراعاه للاطفال ومراعاه للرضع. هو ده اللي احنا بنسعى ليه. مش اي وظيفه. فكره انا يمكن مراشد المسؤولين من المنبر الاعلامي دلوقتي ومن من القناه ومن البرنامج، انه في امور كمان كتير. يعني احنا انا مبسوط على المستوى الشخصي من الالتفات لتعديل مواد معينه في قانون الاحوال الشخصيه. وباكد ده بانه كمان في مواد اخرى محتاجين ان احنا نحاول نوفق ونعدلها كمان عشان مراعاه للاطفال والزوجات. قول لنا ايه الجديد تاني في الساحه؟
والله هو موضوع بقى فكره ان قيل ان دعوه صحه التوقيع اتلغت. اه ايه بقى الموضوع ده؟ يعني مش فاهم حاجه. واحنا يعني واحنا ما عندناش يعني احنا ما عندناش يعني ايه يعني يعني فكره الوعي القانوني عندنا يعني ضعيفه شويه. هو الشرع العقاري المفروض ان الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل. لا لا احنا بالراحه علينا بقى علشان احنا بقى مش قانونيين زي حضرتك. وعايزين نفهم وحابين اي حد يتواصل معانا من المشاهدين، ارقامنا موجوده على الشاشه للتواصل. كمان صفحتنا على الفيسبوك نقدر نرد عليكم في الحال، صفحه دفتر احوال. وتابعونا في المشهد اللي احنا جايين له دلوقتي. يعني ايه ما تنتقلش الملكيه بدعوه قضائيه ازاي؟ لا الدعوه القضائيه بتختلف. آه. يعني عندنا لازم نفرق ما بين دعوه صحه التوقيع بدعوه صحه التوقيع لا تنتقل، ودعوه الصحه والنفاذ. جميل. دعوه الصحه والنفاذ هي اللي بتقوم بها نقل الملكيه. الصحه والنفاذ اسمها كده. صحه ونفاذ، ثبوت ملكيه. جميل. دي دعاوى المتعلقه بالشهر العقاري اللي بمقتضاها يستطيع المشتري بنقل ملكيه العقار ليه. ده القانون. امال ايه بقى دعوه الصحه وصحه التوقيع؟ دي دعوه تحفظيه اللي الناس عماله تتكلم عليها اليومين دول. اولا دعوه صحه التوقيع الناس بتلجا ليها لسببين. اولا السرعه في الاجراءات ما فيهاش اجهاد، فضلا على انها بتبقى فيها اثبات لمساله التوقيع. يعني النهارده لما باجي ارفع الدعوه ملهاش علاقه بقى بالموضوع. الموضوع ده بتاع شقه بتاع عربيه. هي دعوه تحفظيه بتنصب على التوقيع ولا تمتد الى الموضوع. لا احنا عايزين نفهم المشاهد بالراحه. يعني اللفظ اللي قلته قانوني جميل قوي. انا دلوقتي جيت اشتريت منك حاجه معينه، شقه الساعه مثلاً. بتاعتي مثلا، وحصل يجوز اعمل للساعه بتاعتي عقد واعمله صحه توقيع؟ لا يجوز اي عقد بقى. اي عقد اي ليكن تعمل طالما انت موقع على هذا العقد. جميل. لكن اساس موضوع العقد، هل العقد ده سليم؟ هل التصرف صحيح؟ الايجاب والقبول قائم؟ هل في غش، في تدليس؟ دي ما لهاش دعوه بيها صحه التوقيع. يعني عايز تقول لي انه بالبلدي كده اقول للمشاهد انه القاضي في قضيه صحه التوقيع ما بيبصش لموضوع العقد لا اصلا اطلاقا. يقول له توقيع ده ايه؟ في 20 بند، في 50 بند، في بند واحد. ما بيبصش. الله يفتح عليك. فبالتالي لما يجي يقول لك الملكيه لازم كله يشيل، ما انت لازم تشيل عشان تنتقل ليك الملكيه. وبعدين فبالتالي اذا دعوه صحه التوقيع ما تنقلش ملكيه، ما تنقلش لانها ما بصتش لبنود العقد، ولكن هي بتؤكد ان فلان هو اللي وقع. فبالتالي تحمي من عمليه الطعن بالتزوير بعدين كده. وايه كمان يا باشا؟ تحمي بالطعن بالتزوير امام القاضي المدني فقط لا غير، اذا كان الحكم نهائي بات. بينما في امام القضاء الجنائي القاضي الجنائي ممكن ما ياخدش بيها، لان المدني لا يقيد الجنائي. كلام كبير علينا بعد الراحه علينا. يعني احنا عايزين ناخد الامور واحده واحده على المشاهد، جايين مش نبسط له الامور مش هنعقدها. بشويش برضه يعني انا استصدرت حكم صحه التوقيع على عقد انا اشتريت عربيه منك وخدت عليك حكم صحه التوقيع، واصبح هذا الحكم نهائي بات. جميل. غير قابل للطعن فيه. اللي هو صحه التوقيع. اللي هو صحه التوقيع. جميل. جه صاحب التوقيع راح رافع دعوة قدام القاضي الجنائي وراح تعلق فيها بالتزوير. جميل. القاضي الجنائي لا يمكن الاحتجاج في موجودته بالحكم المدني. يعني ما تقولوش انا خدت قضية اهو. لا ما تقدرش. لازم يحققها. يرفع بقى يرفع تزوير فين؟ دعوة بدعوة مباشرة. بدعوة مدنية. أو عن طريق النيابة. إن هو يقدم شكوى والله العقد ده مزور. فعليا. ويتحقق بالفعل فيه. ارجع بقى مرجوعي لقضيه الصحه والنفاذ والشهر العقاري والامور اللي دايره في الوسط. تمام. الصحه طبعا الشهر العقاري بيخلق نوع من الهويه للعقار. وبيحافظ على حقوق الناس. يعني انا النهارده في النطاق الجنائي لو انا عندي شقه وجيت بعتها لابراهيم بيه وبعتها لواحد، فانا بعت الشقه مرتين. كلام مظبوط. مع ذلك ما تقدرش ترفع عليا دعوه بالنصب، لان انا ما زلت املك العقار. لا اديني المثال بالراحة تاني. تاني. حاضر. أنا النهاردة لو بعت لك شقة معينة خلاص، وجيت رحت بايعها لواحد تاني. جميل. وجيت تاني ده راح مسجلها في الشهر العقاري. حلو. فأنت رحت رافع عليا دعوة إيه؟ نصب. أنت مش نصب، أنت مش بعت لي الشقة وراح راسك. يجي فيها القاضي الجنائي براءة لمدنية نزاع، لأن النهاردة الملكية لم تنتقل إليك بالفعل، وما زالت الملكية ليا. وما راحتش للطرف الاخر الا عن طريق التسجيل في الشهر العقاري.
يعني إذن الدعوه او التقاضي ما ينقلش ملكيه الا في الصحه والنفاذ. الله يفتح عليك. فقط لا غير. غير كده تفضل الشقه مبهمه او العقار مبهم. ممكن يدخل في محل نزاع ده، انا ممكن ابيع وبعد كده الورثه ينازعوا في ان انا الموقع او ان هو في مساله معينه. مظبوط. لكن الشهر العقاري بيقفل بيبان كتيره، بيحافظ على الحقوق فضلا على ان هو بيقفل فكره انك انت تمتلك الشيء بوضع اليد. مش مظبوط. يعني مزبوط. مفيش حاجه شرع القانون شرع العقاري لا يعرف حاجه اسمها وضع يد. يعني انت النهارده عشان تحط ايدك على حاجه معينه وتقول بقى لا مفيش، شرع العقاري بيحافظ عليك في الحته دي. انت عندك عقار مسجل باسمك، هتنقل الملكيه، يبقى هتنقل التسجيل وهكذا، يبقى التسلسل بتاعك كلام مظبوط. لازم يكون عندي تسلسل الملكيه، ما كنش انت ما تجيليش انت تحط ايدك وتقول لي انا المالك الحقيقي. عشان كده احنا بنقول ان تطبيق القانون ده هيواجه مشاكل كثيره جدا. لان الناس مع مش معتاده انها تلجا للشهر العقاري في تسجيل العقارات، فضلا على ان في بعض انواع من التدليس، ان انا ممكن اقوم بعمل دعوى صحه ونفاذ بيني وبين اخر واقوم بتسجيل في الشهر العقاري بالرغم ان المالك ممكن يكون شخصيه تانية بس مش مسجل في الشهر العقاري. كلام مظبوط. فدي كلها مسائل هنواجهها في عمليه تطبيق اقرار القانون نفسه ومناقشته. عشان كده احنا بننادي ان يكون في تاجيل لنفاذ القانون، اللي المفروض ان هو النفاذ بتاعه هيبقى في 6/3 اللي جاي يطبق. فاحنا بننادي ان هو ان اول خطوه. انا سمعت معلومات وعرفت من اخبار انه كتير انه لسه بي بي بيقروا لسه بي هو في لسه بي لا يا فندم، هو القانون صدر وقال ينفذ هذا القانون بعد مضي 6 شهور من تاريخ نشره. انتهاء مده الست شهور دي هتكون في 6/3 اللي جاي. ده كلام جميل. فاصبح الناس في حاله من اللغط شويه، مش عارفين، متلخبطين. وبعدين يطلع مسؤول انه لا يجوز التعامل بدعاوى صحه التوقيع مع الجهات الحكوميه، وتيجي المحاكم لما تيجي ترفع دعوى صحه التوقيع تديك الحكم وما تختمش العقد بختم شرعي. كنت عايز اسال حضرتك انه بقيت بعت لنا سؤال، يمكن انا مش عايز انتقل لموضوع من موضوع اخر، انما جالنا سؤال من احد المتصلين بيرفع دعوى صحه التوقيع فمنتظر ان العقد يجي له مختوم بختم النسر. فقال لنا ان المحامي قال له ان العقد ما بقاش يتختم بختم النسر زي ما هو معتاد من المحكمه. ما احنا بقى عايزين نقول بقى هنا بقى ايه؟ احنا بنتمنى من جميع المحاكم ان يكون في يعني زي لوجو كده معروف، مثلا زي محكمه شمال القاهره، يبقى في ختم كده مكتوب محكمه شمال القاهره، مش ختم شعار الدوله. مش ختم النسر. مش ختم محكمه شمال القاهره يختم ويوقع. هيستفيد ايه؟ هيستفيد لان اقف على ان هو ده العقد اللي تم تقديمه للقاضي. لان انا هو العقد اللي بياخده. طب انا النهارده لما عقد ما يتختمش بشعار الدوله ورفعته صحه توقيع، امال يعني بيمضي لي عليه مثلا ولا بيعمل لي هو المفروض ان هو بيوقع عليه قاضي المحكمه بان هو نذر. وبيوقع عليه فقط كده دلوقتي. اخده كده بس، ولما بيجي بعد كده بتستلم الحكم. بيروح هو ختم لك على تحت ايه؟ توقيع القاضي بختم شعار الدوله. ده الطبيعي. هو لغى بقى الحته دي لان دي تعد من المسائل الاداريه عنده. طب انا ايش ضمني ان هو العقد دوت هو اللي نذر، خاصه بقى مع فرض ان القاضي ده يعني مثلا بعد فتره زمنيه. طب هو استفاد ايه دلوقتي الشخص اللي بيرفع دعوى صحه التوقيع؟ هو النهارده احنا قلنا ان هي دعوه تحفظيه بتنصب على التوقيع ولا تمتد الى الموضوع. المفروض ان هو بيأمن عمليه التوقيع وبيثبت التاريخ، تاريخ تحرير العقد. الكلام ده في الحكم. دعوه التوقيع. في الحكم. خليني اسالك في جزئيه ثانيه، بس خليني اخد اتصال الاول من الاستاذ محمد ربيع. مساء الخير. اتفضل يا باشا. تحياتي لحضرتك استاذ المستشار المحترم. بشكرك جدا. بشكرك. القيمة ديت. بشكرك. بس بحب اسال بس حضرتك اللي عملت حاجة توقيع قبل كده قبل ظهور القانون او قبل ما قانون الشر، هل ليه قيمة يعني او ليه فايدة؟ يعني معظم الناس دلوقتي سجلت العقارات سؤال مهم. تحت توقيع، هل ليها فايدة او قيمة؟ سؤال مهم وسؤال محترم اجاوبك عليه. عندك اسئلة اخرى؟ لا شكرا. تحت امرك نجاوب عليك. سؤال حلو قوي.
هو بيقول لك خلاص الكلام ده ماشي، الدعوه دلوقتي مش ما يعتدش بيها، هل لا لا كان لا لا يعتد لا بيها؟ لا لا يا فندم، هي الفكره ان يعتد بيها. لا هو في يعني في مساله عند الناس هم فاهمين ان لما العقد بيتختم بشعار الدوله يبقى هو كده العقد ده يعتد بيه. يعتد بيه. لا يعني انت عايز اللي تقول بيطفي له. اللي بيطفي الحجيه على العقد والحكم. فلما برفق العقد بالحكم اصبحوا دلوقتي يعني وحده واحده فيما يتعلق بايه؟ بالتوقيع وليس الموضوع. ملناش دعوه بالموضوع. يعني ردك على الاستاذ محمد ربيع دلوقتي انه دلوقتي وسابقا ومن واحد. قبل كده كانت هي واحدة يعني واحد. ما تمش التعديل على دعوة صحة التوقيع اصلا. هو التعديل اللي احنا بنقول عليه هو التعديل في مسألة ادارية. ان المحكمة كانت بتختم بشعار الدولة. لا انا هختم لك بشعار المحكمة، انما القانون ما اتغيرش. يعني ردنا على الاستاذ محمد ربيع في سؤال مهم وسؤال بصراحة يعني في محله. الرد اللي على حضرتك اللي المستشار ماجد صلاح بيقوله لك دلوقتي انه الدعوة ما اتغيرتش اصلا وما كانتش بتسجل، فبقت ما بتسجلش دلوقتي. لا ما بتسجلش في جميع الاحوال من الاول ما بتسجلش، ولاحقا برضو ما بتسجلش. اللي الناس ما كانتش تعرفه ان الدعوه دي ما بتنقلش ملكيه، انما في القانون الجديد الشرع العقاري وضح للناس ما تقدموش للتسجيل عقود صحه توقيع، قدموا دعاوى صحه ونفاذ، لان دي ما كانتش بتسجل ولا هتسجل. صح كده يا فندم؟ ارجع اكمل معاك الجزء الاداري اللي في دعوى صحه توقيع بقى. هو طبعا انا يعني في بعض المحاكم حاليا دلوقتي، يعني انا كنت لسه مستصدر حكم من محكمه شبرا الخيمه، ما ختمش العقد باي ختم ولا وقع عليه تم التوقيع عليه من رئيس القلم. من رئيس القلم. ولكن النهارده ايه اللي يثبت ان هو رئيس القلم او موظف حكومي هو اللي قام بالتوقيع على العقد؟ ما هو ده مش معتمد. يعني فالنهارده حتى مش لو مش خاتم معتمد يعني. فانا بقول دلوقتي انت حتى لو مش هتحط لي ختم شعار الدوله، حط لي لوجو المحكمه. ختم خاص بالمحكمه أو محكمه كذا، يبقى متفهم ان هو ده العقد اللي دخل قدام القاضي، وان هو ده العقد اللي قامت عليه الدعوه رقم كذا. بس انا شايف انه كان في عبره من كده، لانه سالت احد المسؤولين او المنوطين بالموضوع وقال ردا عليه انه الناس ابتدت في الفتره الاولانيه الاخيره تستعمل دعاوى صحه التوقيع بالشكل الخاطئ، فبالتالي كان لزاما على الجهات الاداريه انها ما تزيلش العقد ده بخاتم شعار الجمهوريه. بس هو يعني في امور يعني كتير الشكل الخاطئ اللي هو ايه؟ انه بيستعملوا العقود في انها عقود بيستعملوها اوقات بس انها تنصب انها باعت، والختم ده والعقد ده مختوم بختم النسر، فبالتالي بقى عقد قوي، وهو عقد اصلا القاضي ما بصش لموضوعه وبص زي ما حضرتك بتقول لتوقيعاته. هو على فكره يعني هو في جميع الاحوال هو العقد بيستمد قوته من توافر الارقام. يعني انا النهارده ممكن برضو اقول ان التسجيل لا يصح عقد باطل. يعني انا النهارده لو حتى لو قمت برفع دعوه صحه ونفاذ وجيت اشهرت هذا الحكم في الشهر العقاري، فاذا ثبت ان العقد ده كان مبرم ما بين اطراف غير مالكين او في نوع من التدليس او الغبن او اي شيء قابل لعمليه، لان التسجيل لا يصحح بطلانه. ففي جميع الاحوال لازم تتوافر شروط قانونيه معينه حتى يرتب الحكم اثره القانوني في مواجهه الكفه، ويكون حجيه. كلام كبير علينا. ويكون حجيه. احنا اتفقنا في دفتر الاحوال بنسهل الامور على الناس. المصطلحات عايزينها تتبسط شويه. هو انا شايف ان فكره ان انا بقينا ما بنختمش العقد بخاتم شعار الجمهوريه في دعوه صحه التوقيع عشان الناس ما يعني ما تستخدمش ده بطريقه غير ده مش مبرر. لان العبره هنا بصحه تطبيق القانون في المسائل المتعلقه بيها. بس امر مهم يعني ملفت للانتباه، الفكره اللي حضرتك قلتها انه يعني ممكن يزيل بخاتم للمحكمه او بالظبط. ده ابسط حاجه. فبالتالي انت وقفت في مرحله وسطيه، وهي انك ما تديش للناس الفرصه انها تنصب بيه. وانا لا اخفيك سرا، يعني انا بعد ما قمت برفع هذه الدعوه وخدت الدعوه العقد بتاعي غير ممهور بخاتم بنسر شعار الجمهوريه،
رحت رافع دعوة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ختم الدعوة تحت توقيع الموظف المختص أو القاضي. لأن دي مسألة إدارية فبالتالي تخضع للقانون الإداري. فبالتالي لازم يصدر بيها قانون بالفعل مبرر. فأنت النهاردة لما مفيش نص قانوني يقول لي أنا ما بختمش. دي مسألة إدارية. طب هو في نص قانوني بيقول إنك تختم؟ ما أنا النهاردة عايز أقول إن أضمن منين إن العقد ده هو اللي تم وضعه قدام القاضي. لازم يكون فيه ممنهور. أنت عايز مسألة ترابطية من الأمور كلها. لأن هو ده العقد اللي قامت عليه الدعوة. فطالما الحكم اتختم لازم تختم لي توقيع الموظف مش العقد. توقيع الموظف أو القاضي على العقد. يعني لما باجي اقدم الحكم العقد القاضي بيروح موقع نظر يروح سابته ايه موقع عليه ده كلام فيسال جميل. ويسال الطرف المدعي عليه توقيعك ده يا ابني توقيعي الحكم خلص يروح حاكم مساحه التوقيع ده كلام حلو قوي القاضي وقع الحكم تحت توقيع القاضي يكون الختم ده كلام يعني جميل. يكون الختم مقترن بتوقيع المحكمه وليس بتوقيع او بوضع العقد ذاته من حيث توفر الارقام وعدم توفرها ملهاش دعوه اطلاقا. فهمت. خليني اخد اتصال من احد الرموز الطبيه ومش عايز اقوله القانونيه كمان انما احد الرموز الطبيه في مصر الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد. مساء الخير عليك يا دكتور. اهلا يا استاذ ابراهيم. ازاي حضرتك فاهم لانك اعلامي. ربنا يخليك. الحلقه جميله جدا وانا قفلت الدنيا عشانك بس ما قدرتش برضه حاجه بعض تفسيرات منك ولا صراحه. قول لنا عندك اي اسئله في النطاق. معانا المستشار ماجد صلاح احد الرموز القانونيه يعني. الله يكرمك. اهلا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا بيك يا دكتور. ازي حالك عامل ايه؟ لعلك تكون بخير. تمام. إنه يعلن بطريقة مختلفة أو بتدريب أو whatever. تمام. لذلك أنت تفضلت وقلت الصح ولا بس لسه حكم بات ولا إيه ولا إيه. تمام. تمام. هل هذا ممكن ولا في ضمانات ولا الموضوع ده؟ والله يا الضمانة ليك في الحالة دي يا إبراهيم هو اللجوء للقاضي الجنائي. إذا كان العقد مزور فيطعن بدعوى موضوعية بالتزوير وهو في الحالة دي القاضي الجنائي ما يقيدوش ابدا الحكم المدني. باي حال من الاحوال. او ان هو يرفع دعوى مبتدا قدام القاضي المدني بعدم الاعتداء. يعني اتفضل يا فندم. يعني انا دلوقتي راجل مثلا مسافر خارج مصر. حلو قوي. وعنده شقه. تمام. ايه الراجل وحضرتك راح ضارب عقد. راح بايع الشقه. لا يا ليه؟ ده ضرب نفسه. تمام. تمام. على ما يرجع الراجل من بره يلاقي خلاص سجل وعمل كل حاجه. حلو قوي. يعمل ايه بقى؟ يرجع هو للقضاء بقى الجنائي كده؟ امال هيرجع ان هو هيتعامل بايديه؟ ما هو لازم يرجع للقاضي الجنائي وممكن يلجا للقاضي المدني. لان انا النهارده هرفع دعوه مبتدا بمحو وصد الحكم ده من الشهر العقاري وعدم الاعتداد به وعدم ترتيب اثره القانوني. تاسيسا على ان انا المالك. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. ليه ما يبقاش في احتياطات لازمه ان احنا نعمل كنوع من الوقايه قبل ما نعمل كده؟ المفروض يعني يتخذ هذه الاجراءات كلها ويكتب نقطه الملكيه قانونا باسمه وصاحب الشأن الحقيقي اللي هو اللي ينهز في المحاكم ويجيب الاستاذ ابراهيم ويجيب الاكل. ما هو اساسا الموضوع ده بيبقى يعني مرجعه انه صاحب الحق دوه اهمل في حقه. بمعنى ان هو لو هو صارع وقام بعمليه التسجيل في الشهر العقاري ما هو كده في الحاله دي لما يجي الطرف الاخر يبتدي يجري في عمليه التسجيل هيلاقي ان العقد ده مسجل او العقار ده مسجل باسم فلان. الشهر العقاري هيضطر يقول له اختصم فلان في العقد او هات لي تسلسل الملكيه. انت فهمت؟ يحدث خلالها التجاوزات اللي انا بتكلم عليها.
لا احنا بنقول ان قانون الشهر العقاري بيشكل ثوره في عمليه تنميه الوعي العقاري لدى الناس والحفاظ على حقوقهم. بس احنا بنقول كيفيه التطبيق عشان ما نشكلش عبء على يعني الناس اللي هم يمتلكوا عقارات وحطوا كل فلوسهم فيها. ففي حته التسجيل، في حته تسويه الرسوم، عمليه ان انا ممكن اسهل عمليه التقسيط، بس في النهايه ان انا اشجع الناس دي على عمليه التسجيل. ده شيء مهم جدا لان التسجيل بيحافظ على الحقوق. متفقين حضرتك من حيث المبدا طبعا متفقين. اتفضل يا فندم. ما هو هيزال النصب يعني هيتزال النصابين الى امد والى يعني هو نهايه. انا لسه دلوقتي يا ابراهيم بيقول لك ان التسجيل لا يصح عقد باطل. يعني هو لسه كان لسه قايل دلوقتي وقال لك ان هو التسجيل لا يصحح عقد باطل بمفهوم ايه؟ يعني مش معنى ان انا سجلت وحده هي في الاصل بتاعتك وزورت فبالتالي اتنقلت لي الملكيه، لا، من حق حضرتك ترجع لنفسك ملكيتك الامور طبعًا. وتمحي اثر ما فعلت من اجراءات. وبعدين الجريمه هنا بتبقى جنايات، خلي بالك يعني كمان مش بس كمان هتمسح ما ترتب من اثار واجراءات عملتها، لا، وترجع كمان تقدر تاخد مني انا حقك جنائيا وتحبسني وتغرمني ومدنيا كمان. فبالتالي يعني فكرة النصب خلينا نقول يعني دي في كل بقاع الأرض وفي كل دول العالم هيفضل النصاب موجود وهيفضل الطيب موجود، مش هنقول المغفل، خلينا نقول الطيبين هيفضلوا موجودين والنصابين والناس المدلسين هيفضلوا موجودين. يعني اللي بيعمل إجراء زي كده يعني بيلحقوا اتنين، بيلحقوا الراجل اللي هو باعله نصب عليه وبيلحقوا صاحب الحق بالظبط. فبتبقى الدنيا مش يعني هو خد بالك انه بالعكس يمكن قانون التسجيل هنا بيخلينا على فتره ومرحله جايه يمكن يتلاشى كل الامور بتاعه النصب اللي كانت موجوده في الفترات أكيد السابقه. اكيد لان هيبقى في تسلسل الملكيه مثبت في قلب الشهر العقاري معروف بالزبط. ان يعني زي يعني هويه العقار ان ده بتاع فلان واتنقل من فلان لفلان ومن فلان لفلان، بيبقى معروف تسلسل كلام مظبوط. الحقوق دي بتبقى وارده في قلب يعني متهيألي الرد وصل لاستاذنا الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد، يعني الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، عارف انه عندك اسئله قانونيه كتير ويمكن بندخل بغض النظر عن انه حضرتك في مجال الطب انما بندخل في نقاشات قانونية كتير. بشكرك لمشاهدتك لينا ومتابعتك للبرنامج، ده شرف كبير. واكمل مع مستشارنا المستشار ماجد صلاح. امور شائكة كتير جدا في الفترة الحالية او يعني عاملة حالة لغط عند المواطن، انما كلها ماشية في الاطار المظبوط اللي في مصلحة المواطن، صح؟ تمام اكيد. بس هو في بعض المسائل لبعض القوانين اللي فيها يعني نوع من اللغط حتى في عمليه تطبيقها في المحاكم. يعني انا برضو حاجه متعلقه بالعقارات زي قانون الحرمان من الميراث، يعني النهارده احد الورثه يروح رافع دعوه مباشره على اخر يدعي في ان هو حرمه من الميراث او هو مش مديله نصيبه الشرعي من الميراث في العقار. مش عايزين نفتح عقول الناس لامور انت وقعت فيها فيستخدموها. عايزين وخد بال حضرتك يمكن انت فتحت شق مهم جدا وهو امور الميراث، لانه برضو عندنا زخم من الاسئله في هذا الشق، فدي عايزه حلقه خاصه بقانون الميراث وشأنه والتعامل معاه وازاي نحصر نفسنا من الامور دي. الوقت جري بسرعه جدا معانا مع المستشار ماجد صلاح. بشكرك جدا جدا النهارده لمتابعتك لينا وتطوعك الدائم لكل متابعين دفتر احوال بتبني الحالات غير القادرين والحالات الانسانيه. بشكرك جدا للمعلومات القانونيه اللي اضفتها لينا النهارده واضفتها لمشاهدين دفتر احوال. بقول لك في نهايه لقائي يعني جزيل الشكر، انما على الهواء توعدنا بحلقه جايه
فيها موضوعات وفيها رد على أسئلة كتير إن شاء الله. ده شرف لينا يا أبو عمرو. كلمة أخيرة من المستشار ماجد صلاح لكل المواطنين أو المشاهدين. إحنا طبعا بنشكرك وبنشكر السادة المشاهدين، ويا رب تكون مصر دايما بخير وسلامة. يا رب تكون مصر دايما بخير وبسلام. كلمة أخيرة نقفل بيها اللقاء مع كل مشاهدينا، إنما التواصل دائم من خلال دفتر أحوال، من خلال قناة الصحة والجمال، من خلال صفحة دفتر أحوال على الفيسبوك. أراكم الأسبوع الجاي على خير، مستني كل الإتصالات وكل الرسائل، وبوعدكم بالرد عليها وعلى الرسائل اللي ما لحقناش النهاردة وأسعفنا الوقت بالرد عليها. بشكركم في نهاية لقائي وأقول لكم تصبحوا على خير.